استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في مكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك للاطلاع على آخر التحضيرات التي تقوم بها اللجنة استعدادا لمشاركة بعثة مملكة البحرين في النسخة 18 بدورة الألعاب الأسيوية المقرر إقامتها بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 من أغسطس ولغاية 2 من سبتمبر. وقد أشاد سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي بالمملكة من خلال التطور الذي تشهده مختلف الألعاب الرياضية، والتي نجحت في تحقيق الإنجازات التي تضاف للسجل الحافل للرياضة البحرينية لا سيما في العام 2018 الذي شهد إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لشعار عام الذهب. وأكد سموه أن البحرين تزخر بشبابها الواعد الذي يتمتع بقدرات والإمكانيات لرفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل والمشاركات القارية والدولية، معربا سموه عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج المشرفة خلال مشاركة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية المقبلة. من جانبه تقدم سعادة السيد عبد الرحمن عسكر بالتهنئة لسمو الشيخ خالد بن حمد وجميع أعضاء الاتحاد البحريني لألعاب القوى على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني للعموم والشباب في بطولة غرب آسيا، مضيفا أن اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ماضية في رسم البرامج والخطط التطويرية لجميع الرياضات.